Alors le problème c'est pas de créer des espaces, mais c'est de les animer le lendemain, Inch'Allah. On verra être chien dans une structure, mais pas chez nous aussi. C'est pas le, les week-ends, ni les le chez Haja. Il faut qu'on crée des écoles, il faut qu'on forme à des jeunes, Inch'Allah. Mais chez Abdullah, des grands athlètes, Inch'Allah, l'image de l'État. Merci beaucoup, bravo à toute l'équipe. Je suis A, le Mawali de Madinat Anza. الخمسينيات كنشكر المشرفين على هذا الحفل وهو امتداد للمهرجان المهرجان للمهاجر وكنشكر الشباب الحاضر اللي كان من خلال هذه الاشياء كنعطيهم المشعل وكنربيو فيهم روح المواطنه والمواطنه راه هي عمل يومي دؤوب ونكران الذات هي نكران الذات وكل كل انسان في مجاله الفني او الثقافي او الاجتماعي او الرياضي والله يحفظ بلادنا ويحفظ لنا ناسها ورجالتها وشكرا جزيلا. نائب رئيس جمعيه نجم انصار كره السله اليوم تشهد عوده افتتاح ولا احياء ديال الامجاد ديال نجم انزا اللي توقفت تقريبا شي 15 سنه هادي بدا بهذا سميتو بواحد التاطير للاطفال الصغار من طرف واحد جوج مؤطرين مختصين في ملاعب القرب اللي جاو من فرنسا خصيصا باش يديروا افتتاح لنا المدرسه حاجه الاولانيه الحاجه الثانيه باش يكونوا لنا المؤطرين ديالنا اللي غيبقاو مع الاطفال يعني في طولون ديال لاني باش يطروهم وكنشكروا الناس اللي حضروا معنا ولي ميديا والصحافه على الحضور ديالهم والمواكبه ديالهم لهذا الافتتاح. النائب الاول رئيس غرفه السيد الحري حنا التواجد اليوم ديالنا هنا كغرفه كنشجعوا هذه الانشطه الرياضيه وخاصه هنا في مدينه انزار اللي كنعرفوها بالبحاره او ابناء البحاره وحنا في هذه الانشطه الغرفه كتدير واحد يعني واحد التشجيع وكتدير واحد المبادره لهاد الناس اللي وكتدعمهم في الحقيقه باش يعطوا واحد يعني واحد النظره شموليه رياضيه ما يبقاوش عاد في السد البحري او ولاد البحاره او مدينه الصيد بغينا يعني نوجهوهم لهذا الشيء ديال الثقافه وشويه العلم وشويه الرياضه وهذا الشيء
حنا بجنبهم، حنا كان يعني كندعمهم وكنساندهم في هذا الشيء باش ان شاء الله يكون هذا الشباب صالح. شكرا. ولكن ماشي تكريم حداته، هذه العناية نعاود نعتني فيها بالشباب اللي ما بقاوش عندنا، ما بقاش عندنا الشباب ديال الفرنسا، دابا نعاود نرجعوا عاوتاني واحد المنتوج اللي فقدناه. هذا هو الهدف، المراد من هذه التظاهرة الرياضية اللي فاين جايين الناس من برا وجايين باش يتعاونوا معنا، ماشي سهلة. والحمد لله هذا الشيء بداية أخرى، وتكتبت واحد الدينامية أخرى باش نهضوا بكرة السلة الأنزوية والأكاديمية خاصة. شكراً على الصورة الذكرية. شكراً على الصورة الجماعية. صورة جماعية. صورة جماعية.